الحدود، الجنايات والحدود. الجنايات معناها التعدي، التعدي سواء كان على البدن او المال او العرض. هذا معنى الجنايات، هذا معنى الجنايات. تجدون يا اخوان الكرام ان الجنايات اما ان تكون جنايه على الغير، واما ان تكون معصيه، واما ان تكون خصومات، واما ان تكون خصومات. اما الجنايه على الغير، الجنايه على الغير فهي التي فيها فضل، فهي التي فيها قصاص، فهي التي فيها القصاص. واما المعاصي فهناك من المعاصي ما فيه حد شرعي، وهناك ما فيه كفاره، وهناك ما ليس فيه لا حد ولا كفاره. والخصومات هي التي تكون تحل بالقضاء، هي التي تحل بالقضاء. الجناية إما أن تكون على النفس بالقتل، يعني بإهلاك هذه النفس، أو على ما دون النفس بالجرح مثلا، أو بالقطع، أو مثلا الشج يعني الشق في الرأس مثلا. أي نعم، هذه كلها تعتبر جنايات. ما الذي يترتب على الجنايات؟ يترتب عليها على حسب نوعها. إذا كانت عمد فإنه يترتب عليها القصاص، إذا كانت خطأ فإنه يترتب عليها الدية، وسنأتي على تفصيل ذلك الآن إن شاء الله. على الغير، لكن على نفس الغير. المقصود الجناية على النفس ليس على نفسك أنت، وإنما على نفس الإنسان، يعني بقتل النفس كاملة. هذا الذي يقصدون فيها جناية على النفس. طيب، أول الجنايات هي القتل، وهي أكبر الجنايات، أكبر الجنايات هي القتل. والقتل إما أن يكون عمد، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. طيب، الآن نريد أن نعرف ماذا يتعلق بالعمد من أحكام، ماذا يتعلق بالعمد من أحكام. طبعا إذا حصل القتل فإنه لا بد أن يكون هناك قاتل، ولا بد أن يكون هناك مقتول. متى نسمي هذه العملية عمد؟ قالوا لا بد من وقوع شروط. أولا أن يكون القاتل قاصدا يقصد هذا الفعل، ثانيا أن يكون عالما بعصمة المقتول، يعلم أن هذا المقتول حرام الدم، لا يجوز قتله، أن يكون القاتل مكلفا، يعني بالغ عاقل. طيب، وأن يقتل بآلة، آلة تقتل غالبا، إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يكون قتلا، إما أن يكون خطأ أو يكون شبه عمد. أي نعم. فوكزه موسى فقضى عليه. هذا اذا اعتبره شبه عمد كما سياتي. طيب، قلنا القصد ان يكون قاصد يعني بنيته القتل، عالما بعصمه المقتول، ان المقتول اما ان يكون يعني مسلم، او يكون معاهد، او يكون ذمي، او يكون مستامن، يعني ليس كافرا حربيا، لان الكافر الحربي في وقت الحرب، اصلا الحرب كله مبني على قتل الكافر الحربي. قالوا بآلة تقتل مكلف بالغ عاقل، لان الصبي والمجنون قتلهما يعتبر قتل خطأ، ولو تعمد الفعل، لو جاء طفل واخذ الكلاش، وانا بقتل هذا الذي هنا اي فلان بي اكس، وجاء وادخل الكلاش في صدري وضربه، هذا فعل عمد واضح وقاصد وكل شرط، لكنه غير مكلف فيعتبر خطأ. من شخص مكلف يعني غير مكلف هو يكبر. سؤالك هذا تستحق عليه سؤال مرة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الآمر والمباشر. أي نعم. فإذا أمر إنسان بأن يقتل، الصحيح أنه يقتل الآمر والمباشر، ما لم يكن المباشر طفلا أو مكرها. لكن المكره لابد أن يكون الآمر قادر على تنفيذ الإكراه،
ولو ان الصحيح انه حتى ولو كان مكرها لو قال الانسان اذهب اقتل فلان او اقتلك فانهم قالوا فذهب وقتله فانه يقتل حتى ولو كان مكرها احسنت لانه ابدى نفسه على الاخر احسنت فنفسه ليست اعز من الانسان الاخر الذي هو محافظ الاله التي تقتل غالبا اما ان تكون اله محدده يعني سكين او سيف او صابور او اي او فأس يعني او اي من هذه الالات او تكون اله مثقله مثل حجر ضخم يقتل مثله غالبا او عمود الخيمه مثلا او مثلا صدمه بسياره هذا مثقل مثلا هذا يعتبرونه مثقل وكذلك قالوا يدخل في هذا الحكم لو أسقاه سما فقتله به أسقاه بالسم متعمد أو رماه في النار ربطه مثلا ورماه في النار أو في حفرة لا يستطيع الخروج منها أو ربطه ورماه في الماء أو قتله بالكهرباء أحسنت أو مثلا جوعه حبسه حتى جاع ومات أو وضع أسدا جائعا في مكان ورماه عليه وأقفل المكان أو رمى عليه حية تقتل سامة تقتل هذه كلها يعتبرونها من القتل أو خلقه مثلا بحبل أو كتم نفسه حتى مات هذه كلها يعتبرونها آلات القتل أو قتله بالسحر يعني السحر يقتل إذا ثبت أنه مات بالسحر يقتل أو قتله بالشهادة كيف يقتله بالشهادة؟ أحسنت يأتي رجلان ويشهدان أن فلان هو الذي قتل فلان فيأخذه القاضي ويقتله هذه يعني قتل بالشهادة فإذا ثبت كذبهم فإنهم يقتلون طيب